وذكرنا قبل كده أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج غير آن ولا ولد غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخوانه. أمه وتكلمنا عنها المرة الفاتت آمنة بنت وهب الزهرية، وهي أقرب إلى جده كلاب من أبيه، هي في النسب أعلى من أبيه عبد الله. طيب، وقلنا أخواله اللي في المدينة ديل يا توم، أخواله اللي في المدينة هم بني عدي ابن النجار، والخؤولة بتاعتهم دي جات من وين؟ جات من والدة عبد المطلب زوجة هاشم اللي هي فاطمة بنت عمرو. لا، ما المخزومية، المخزومية دي والدة عبد الله أبوه، لكن دي فاطمة بنت عمرو ابن عدي ابن النجار من المدينة، اتزوجها هاشم وولد منها عبد المطلب اللي قلنا كان اسمه منو؟ اسمه شيبة، وجابوا عمه المطلب رجعوا وين؟ ايوه رجعوا لمكه، والناس شافوه مركب وراه وقالوا ده عبد المطلب. دي النسبه اللي خلته يكون خيلانه في المدينه. طيب، ذهبت له امه الى المدينه لزياره اخواله، فنزل عند بني عدي بن النجار ومكث عندهم شهرا، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك 8 سنين، 8 سنوات عمره، وقيل 6 سنوات، والراجح 6 سنوات، الراجح 6 سنوات كان عمره. قال وكنت أذكر أشياء في بني النجار، محل نزل زيارته تحت الشهر دي، لما فتح الله عليه وهاجر إلى المدينة صار النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر أشياء. قال وتعلمت العوم، العوم ده احنا بنسميه السباحة لكن بالعرب اسمه العوم. قال وتعلمت العوم في بئر بني عدي بن النجار، في الشهر ذاك اتعلم السباحة كويس. قال وأذكر أشياء، وذهبت به أمه ومعها أم أيمن، أم أيمن اسمها بركة الحبشية، بركة الحبشية، وكانت جارية لجده، بركة الحبشية أم أيمن، ودي حاضنة من حواضن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة فاضلة تقية رضي الله عنها، كانت حاضنة له مع أمه، وذهبا في بعيرين. طيب، أم أيمن قالت كنت أذكر أن رجالا من يهود رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عندي لما كانوا في المدينة. قال فسأله أحدهما ما اسمك؟ قال أحمد. قال فكشف، قالت فكشف عن ظهره فرأى فيه خاتم النبوة، فقال لها هذا نبي هذه الأمة وهذه هي دار هجرته. شوف اليهود كانوا عارفين كويس. قال لا، وهذه هي دار هجرته، وسيقع فيها من القتل والسبي ما يقع.
كويس. فخرجت به أمه خوفا عليه من اليهود. لما رجعت بين مكة والمدينة منطقة اسمها الأبواء، ماتت أمه، ورجعت به أم أيمن إلى أن أوصلته إلى جده عبد المطلب. طيب، والصحيح إنها ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة، وقيل إنه ماتت في مكة ودفنت عند وادي لبني دب، ولكن ده ما صحيح. الصحيح أنها ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم آنذاك كان عمره شنو؟ 6 سنين. طيب، قال: فكفله جده عبد المطلب، ورق عليه رقة لم يرقها على أولاده، فكان لا يفارقه، وما كان أحد من ولده يجلس على فراشه. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده فراش يبسط له عند الكعبة، يفرش له فراش بيجلس عليه، وبيجوا أولاده، أولاد عبد المطلب اللي هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وحنجي نشوفهم بعد شوية بالواحد، يجلسون خارج الفراش، ما بيقعدوا في الفرش ذاته، بيجلسوا من خارجه. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس عند الفراش، فيؤخره أعمامه بيرجعوا، فيبكي، فيرده جده عبد المطلب ويقول لهم: إن لابني هذا شأنا. وكان جده عبد المطلب لا يقدم الطعام حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جابوا الطعام وأولاده غايبين بيأكلوا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم لو غايب ما بيأكل حتى يأتي. وذكر أهل السير أنهم إذا أكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم شبعوا، وإذا لم يأكل معهم لم يشبعوا. الأكل اللي بيجيبوا ده لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون قاعد بيشبعهم، وأكان ما في ما بيشبعهم. قالوا: وكان القدح الواحد يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرب بعده أعمامه جميعا ويتركون الباقي من القدح الواحد. قالوا: وإذا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإن الواحد منهم يشرب قدح. الواحد بيشرب القدح براو ولما النبي صلى الله عليه وسلم فيه بس بيبدأ هو بيشرب من القدح الأول، وبعد ذاك الباقين كلهم بيشربوا. وهذا يا أخواننا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة في شخصه وفيما ينفصل عنه، ينفصل عنه من ريق ومن عرق ثابت له وخاصة به. انتبهوا لنقطة خاصة دي، هذه بركة ثابتة ولكنها خاصة. يعني أي حاجة يا أخواننا كانت تنفصل من النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك بها الصحابة، لو لقوا شعرات بتبركوا بها، ولو وجدوا فضلا من مائه قالوا: ما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من إناء إلا وابتدره الصحابة، بس أول ما يغتسل من الإناء باقي الموية دي طوال بشيلوها. أنس رضي الله عنه قال: من لم يجد ماء أخذ من بلل يد صاحبه. الزول دخل يده شال له موية، خلاص المالقة بيشيل من اليد المبلولة حق الصاحب، فيمسحون بها وجوههم. دي فيها بركة ثابتة يا أخوانا. وأم سليم رضي الله عنها كانت تأخذ العرق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال: ما هذا يا أم سليم؟ ودي خالته من الرضاعة، أم سليم أم أنس بن مالك زوجة أبي طلحة الأنصاري، قالت: هذا طيب يا رسول الله،
نطيب به طيبنا. يعني العرق حقه بيكبوه في الريحة عشان يزينه، الريحة تبقى سمحة. لكن يا أخواننا الصحابة ما فعلوا هذا إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ما في زول ثاني عنده الخاصية دي. عشان ما يجي يدعي الدجالين الليلة، الجماعة هسه أبوك الشيخ يتوضأ يتخاطف الطين حقه بتاع الموية ومحل بيبزق يشيلوها وتمسحوا بيها وطين يرسلوا سفري لأهلهم، ويقول لك دي طينة أبويا الشيخ فلان وفيها العلاج والدواء وسفوها وكلوها، ودي كلها لخبطة ساي، ده كله ما فيه أي بركة. طينة ود الطريفي وطينة معارف الكباشي وطينة وين دي ما في أي حاجة، عشان ما تمشي تجيب لك مرض لرقبتك وتشيل لك طين يقطع لك مصارينك ساي. الموضوع ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى أنه لم يبقى من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، عشان ما يجي واحد يدعي يقول لك دي طبعا شعرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وده جزء من العمامة حقته، واحد دجال كده قال بالإسناد عنده العمة حقته اللابسة دي، قال دي بالإسناد عن شيخي فلان وعن شيخي فلان لحد قال ما وصله، قال دي عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كذب ساي يا اخوانا، ده كله كذب، ما بقي من آثار النبوة شيء إطلاقا. عشان الناس ما تتخدع بمثل هذه القصص الواهية. طيب نمشي إلى عبد المطلب. قال فصل: عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان عبد المطلب من سادات قريش محافظا على العهود متخلقا بمكارم الأخلاق. دي كلها المسائل اللي مرينا عليها بنمشي فيها سريع. يحب المساكين ويقوم في خدمة الحجيج ويطعم في الأزمات ويقمع الظالمين، وكان يطعم حتى الوحوش والطير في رؤوس الجبال، وكان له أولاد أكبرهم الحارث. طيب نشوف أولاد عبد المطلب اللي هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أكبرهم الحارث، والحارث هو والد أبو سفيان الحارث ابن عبد المطلب، ولده اسمه أبو سفيان، وكان أبو سفيان أشبه الناس برسول الله. ولد عمه الحارث ده أشبه زول به هو. طيب وكان في أول الأمر مشركا معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم يهجوه بالقصائد، وهذا هو الذي لما جاء وهج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم يا حسان فهاجهم واهجهم، وإن يعني شعرك فيهم لمثل النبل. وقيل إنه أبو سفيان الحارث هو اللي قال المقالة ورد عليه حسان بالقصيدة المشهورة: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وجدي لعرض محمد منكم وقاء. قال لسانيا صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. قصيدة طويلة. قيل قالت قالها حسان ردا على أبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب اللي هو ودع عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أسلم أبو سفيان بعد فتح مكة، هو وصفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو، وكانوا شديدي الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا بعد ذاك. طيب توفي أبو سفيان في حياة أبيه
قال وأسلم من أولاده الحارس، ده اللي قلناه، وعبيدة، عبيدة ابن الحارس ابن عبد المطلب، وعبيدة استشهد في بدر، وهو الذي خرج للقتال مع حمزة وعلي ضد شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. الثلاثة ديل أولاد عم للثلاثة ديل، ديل أولاد عمه من بني عبد مناف، كويس، اللي هم عبيدة ابن الحارس ذا وحمزة ابن عبد المطلب، عبيدة ابن الحارس ابن عبد المطلب وحمزة ابن عبد المطلب، يبقى له شنو؟ عمه، صح؟ وعلي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، يبقى له شنو؟ أيوة، حمزة عمهم الاثنين. وعبيدة كان أسن من حمزة، أكبر منه، فاختلفا ضربتين هو وعتبة أو شيبة ابن ربيعة، فمات عتبة ابن ربيعة، وأما عبيد الله ابن الحارث فمكث 3 أيام بعد بدر ومات، وقيل نزلت فيه وفي من قاتل الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار إلى آخر الآية، لأنه ذلك اختصموا في التوحيد يا أخواننا، وذلك أولاد عم، هم أولاد عم، حتى لما خرجوا للمبارزة في الأول 3 من المشركين خرج إليهم 3 من الأنصار، عبد الله بن رواحة ومعه معوذ لعله ومعاذ ابن عمرو بن الجموح، فسألوا قال لهم انتوا سادة وكرام وكذا، لكن نحن دارين أولاد عمنا، عشان تعرف إن العقيدة تفرق بين الوالد والولد، والإنسان إذا دخل في قلب التوحيد لا يقبل بالشرك، ما بيقبل بالشرك تاني، وأهلك إذا كانوا على الشرك ما بيقبلوا بيك، وتبدأ عداوات شديدة زي ما حنشوف الآن في العداوات بين أبناء العمومة. طيب، وربيعة وأبو سفيان وعبد الله، دول كلهم أولاد الحارس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر. 2 الزبير، قال ومنهم الزبير ابن عبد المطلب شقيق عبد الله، ده شقيق والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رئيس بني هاشم وبني المطلب في حرب الفجار. حرب الفجار دي حرب كانت في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال شهدتها ورميت فيها بنبل وندمت على ذلك، لأنها كانت جاهلية، حرب جاهلية بين قريش وبين هوزان، ديل اللي هم عند الطائف، فاقتتلوا قتالا شديدا وسميت بحرب الفجار لأنها كانت في الشهر الحرام، والعرب كانوا يعظمون الأشهر الحرم ما بقاتلوا فيها، الأشهر الحرم ما بقاتلوا فيها، عشان كده لما وقعت الحرب في الشهر الحرام سميت بحرب الفجار، وكان يعني الزبير قائد بني هاشم وبني المطلب، والقائد الأعلى للحرب اسمه حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، ده والد منه حرب ابن أمية، والد أبي سفيان ابن حرب، وهو من بني أمية، وبنو أمية كانوا من أكثر قريش. طيب، المهم انهزمت فيها قريش وعقدوا بيناتهم صلح وعوضوهم
بعض الخسائر. المهم قال كان شريف شريفا شائرا ولم يدرك الإسلام، وأسلم من أولاده عبد الله، واستشهد بأجنادين. أجنادين دي منطقة في الشام، وحرب كانت في عهد عمر بن الخطاب ضد الروم، واستشهد فيها ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وضباعة ومجل وصفية وعاتكة، ديل أولاده. طيب، ثلاثة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم: حمزة ابن عبد المطلب، حمزة ابن عبد المطلب، وحدينا إن شاء الله قصته قدام بالتفصيل، هو والعباس المسلمان من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، هو والعباس. وكان قد ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ولقب النبي صلى الله عليه وسلم بأسد الله، وهو الذي انتصر للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، لما يعني سمعت جارية من الجواري، وكان حمزة قد عاد من قنص، القنص ولا القنص، القنص بتاعنا الواحد ده، وكان يصطاد الأسود، دي ذاتها شراسة عجيبة جدا، كان يصطاد الأسود، ما يمشي لقمري وكده، يمشي يصطاد الأسود. عشان كده صفية أخته كانت بتربي ولدها اللي هو الزبير، بتودي مع خاله حمزة يصطاد الأسود، ولما بيخاف كانت بتضربه، بتدقه تضربه شديد عشان يمشي. قالت: أريده كي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. فبتربيه على الفروسية، يطلع مع عمه حمزة. فلما عاد حمزة ذكرت له جارية أن أبا الحكم ابن هشام اللي هو أبو جهل سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا شديدا، وحمزة كان من عادته أنه أول ما يرجع من القنيص بيطوف في البيت ويدخل داره، فطوالي مشى عليه فوجده في مجلس بني مخزوم، فقال: وله قوس، شال له قوس في يده، فشجه في وجنته، دقاه بالغوص في وشه حتى سال الدم منه. قال: سمعت أنك تسب محمدا. قال: وأنا على دينه أقول ما يقول، وردها علي إن استطعت. كالراجل رد لي، وهو الوقت داك ما أسلم بالمناسبة، لكن أخذته الحمية، ما أسلم، لكن الحمية لما أخذته قال لا أقول لك حاجة، أنا ذاتي بقول أي حاجة محمد بيقولها، وهو ما كان بيقول كده يعني كويس. قال: فقام عليه القوم، الجماعة قاعدين دارين يقوموا على حمزة عشان تدور المشكلة، فقال لهم: دعوا أبا عمارة. خلوه، حمزة كانت كنيته أبو عمارة، قال لهم: دعوا أبا عمارة فإني قد آذيت ابن أخيه. أبو جهل بأسلوب ظريف كده مرق من الشغلة، لأنه ممكن تمشي قدام بعيد جدا، فمرق منها بالراحة كده. بعد ذلك رجع حمزة رضي الله عنه وبدأ يؤنب نفسه، قال: أنا قلت الكلمة دي، أرجع لورا ولا أمشي قدام؟ فبعد ذلك بدأ يدعو، فهدى الله قلبه إلى الإسلام، وكان إسلام حمزة متقدما على إسلام عمر بأربعة أو يومين أيام. بعدية حصلت لعمر رضي الله عنهم قصة
حجينا إن شاء الله في سيرة في موضع من سيرته، ودخل طرق الباب في وكانوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، طرق عليهم الباب، فاللي مشى يشوف الطارق قال هذا عمر، وكان عمر شديد الشكيمة، يعني رجل صعب ما في ذل بيتحمله، فخاف من بالدار، فقال لهم حمزة افتحوا له الباب، إن أراد خيرا وجده عندنا، وإن أراد شرا قتلناه بسيفه، سيف الشال ده من كتله بيه، فدي فراسة عجيبة. فدخل عمر وأسلم، أول ما أسلم عمر خرج الصحابة من ذلك البيت طوالي، قام قال لهم قال ألسنا على الحق يا رسول الله؟ قال نعم. قال وهم على الباطل؟ قال نعم. قال وفيما الخفية؟ أمرقوا قال مرقوا طوالي مشوا طافوا بالكعبة في صفين على رأس أحدهما عمر وعلى الثاني حمزة. قال راوي القصة فأصابت قريشا كآبة عظيمة، أول ما شاف عمر بيجاي وحمزة بيجاي أصابتهم كآبة، قالوا لقد عز محمد وانتصر، تاني ذول بيقدر يحبشوا ما في. طيب فحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه هو أسد الله، قتل يوم بدر 30 من كفار قريش، براو الماتوا كمهم كلهم؟ كم 70 نفر، حمزة قاتل 30، نص العدد قاتلوا حمزة براو. عشان كده أمية لما أسر قال لهم من ذاك الرجل الذي كان معلما بريشة النعام؟ قالوا له هذا حمزة. قال فإنه كان يهد الناس هدا، بهدهم ليه هدا الحيط؟ طيب وأيضا المسلم الثاني قال العباس أيضا مسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصغر أعمامه، أكبرهم الحارس وأصغرهم منه العباس، وكان كثير الولد، أولاد كتار العباس، ولذلك قيل عد له من أبنائه في زمن المأمون في عهد بني أمية 600,000 من أولاده، ده في زمن شنو؟ المأمون 600,000، لا في زمن المأمون العباسي بعد عهد بني أمية، في زمن المأمون العباسي عد له من أولاده كم؟ 600,000. قال ابن القيم وهم كثير، وفي هذا العدد تضخيم أو فيه بعد، يعني قال ما وصلوا الرقم زي ده، 600,000 كثيرة، ولكن على العموم ولد العباس كثير، عشان كده في ناس كتار يعني البدور يلصقوا النسب سايدين، طوالي بيتلصقوا في العباس مع أولاده كتار، يقول لك نحن جدنا العباس وبلدنا دي مليانة، هايتو شي صح وشي كذب، لكن أي زول بيتلصق. طيب قال ومنهم أبو لهب، ده من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو لهب واسمه، نعم اسمه منو؟ عبد العزة، عبد العزة ابن عبد المطلب، وزوجته هي أم جميل بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، زوجته بدعمه، أيوة في الحساب بدعمه لأنه جدهم واحد، الاثنين جدهم واحد صحيح؟ ايوه جدا، عبد مناف واحد، عبد مناف اولاده اربعه قبل كده قلناهم، هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب، ما عبد المطلب، المطلب،
ده الأربع أولاده. عبد شمس ده اللي جو منه بني أمية. مين ما نقول لك بني أمية ده من عبد شمس ابن عبد مناف. ويس أبو لهب ده زوجته أم جميل واسمها أروى وكنية أم جميل تحت الجاهلية وكنية بعد الإسلام حمالة الحطب أو لقبة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قيل كان لها عقد من ذهب فباعته لأزية محمد. بالله شوف المرأة دي مسخوطة كيف يا أخي ده أول حاجة ود عمك في داعي للعداوة النبي صلى الله عليه وسلم ود عمه جدهم واحد عبد مناف كويس وعندها اثنين من أولادها متزوجين اثنين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم عليك المرأة دي ما مسخوطة اثنين من أولادها واحد اسمه عتيبة كان متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه سبع كلب من كلاب الله فأكله السبع ومات والثاني لعله عتبة عند أولاد عتبة ومعتب المذكورين هنا في المتن عندنا عتبة ومعتب ده أسلموا وعتيبة الكبير ده مات كافرا ديل الاثنين كانوا متزوجين اثنين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية أم كلثوم ورقية والاثنين خلف عليها عليهم الاثنين اتزوجن عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية ودعمهم ولا ما ودعمهم ها برضو ودعمهم عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف اتزوج الاثنين ديل تزوج الأولى رقية فماتت رضي الله عنها في غزوة أو بعد غزوة بدر وتزوج بعدها أم كلثوم وماتت أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عثمان لو عندنا ثالثة لزوجناكها وقال المهلب بن أبي صفرة ما عرف في التاريخ أن رجلا تزوج ابنتي نبي إلا عثمان بنتين نبي ما في ذلك الزوجين إلا عثمان. طيب أبو لهب من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم عمه كيف كيف؟ طيب جدا حجينا أبو لهب قلنا سمي بأبي لهب قالوا لإشراق وجهه كان وجهه مشرق ولجماله ولكنه كان سيئاً عدواً للنبي عليه الصلاة والسلام فلما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وأمره بتبليغ الدعوة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الصورة صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل وقيل جبل الصفا ونادى في الناس جمعوا فلما اجتمعت قريش قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أول من رد عليه عمه قال تبا لك ألهذا جمعتنا يعني جمعتنا لده وده أفضل ما يمكن أن يجتمعوا عليه
هذا أفضل ما يجتمع عليه. قال له لهذا جمعتنا جمعتنا عشان تقول لنا أعبد الله وحده. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولاحظوا في الكلمة دي أجعل الآلهة إلها واحدا، دي بتدل لك على إنه هم كانوا بيعرفوا الله، بيعرفوه وبيعبدوا، لكن ما دار إنه براو. ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله رفضوه. ليه؟ لأنهم يعرفون أن هذه الكلمة تقتضي ألا يعبد مع الله أحد، وأن الآلهة من الأصنام والأنداد وصور الصالحين لا تنفع ولا تضر، معناه يستغنوا عن ده كله ويعبدوا ربنا براو. كويس، الكلام ده ما نفع معهم. عشان كده لما ألحوا على أبي طالب وحجين الكلام ده قدام، قالوا لو يا أخي إن ابن أخيك فرق شملنا وسفه أحلامنا وعاب ديننا، يا أخي تكلم معه. ولو جاء أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي ما تريد من القوم؟ أنت داير منهم شنو؟ قال أريد منهم كلمة واحدة، واحدة بس، تدين لهم بها العرب والعجم، بس كلمة واحدة. قام أبو طالب رد عليهم قال هو يريد منكم كلمة واحدة. قالوا وأبيك عشرة، نديه عشرة زيها كمان. قالوا ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طوالي قالوا له أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يا أخوانا العرب ديل رفضوا هذه الكلمة لأنهم فهموها. وفي ناس الليلة قبلالين الكلمة دي لأنهم ما فهموها، هم قبلوها ليه؟ لأنهم ما فهمنا. تقول له يا جماعة قولوا لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله. طيب أنتوا عارفين معناها شنو؟ معناها ما تمشي القبة وتقول يا سيدي الديني والحقنا في الشدايد، وما تعتقد إنه شيخك بيسمعك وبيديك الدائرة وبيحميك وما تربط حجاب ولا تتوكل على زول، ده معناه. يقول لك يا مولانا انت بتنبس فينا مالك؟ انا ما نبستك، دي الكلمة اللي قلتها دايرة انت دي زهدة. الزمن ده في ناس بيقولوا الكلمة دي وما فاهمينها، واغلب دقيقة بس، واغلب ما يحصل للناس اليوم من الاشكالات بسبب عدم فهم هذه الكلمة. والله لو فهموها كويس وطبقوها أمورنا كان كلها مشت تمام، لكن نحن تعودنا على الذلة والاستعباد. للأسف إذا تعودنا على الاستعباد لابد يكون في زول فوقنا بيستعبد فينا ونتذلل له، ودي مشكلة كبيرة. قلنا أبو لهب كان شديد العداوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربيعة الديلي رضي الله عنه وكان جاهليا، قال رأيت في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتي إلى سوق ذي المجاز، وهذا سوق من أسواق مكة. قال يستقبل القبائل فيعرض عليهم نفسه ويدعوهم إلى لا إله إلا الله.
قال وكان من ورائه رجل أحول، والحول القليل في العينين هو من علامات جمال الأعين. قال ومن ورائه رجل أبيض أحول يقول هذا صابئ كذاب، للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا صابئ كذاب. قدر ما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع ناس، يأتي إليه هذا الرجل يقول هذا صابئ كذاب. قال فسألت عنه، قلت من هذا؟ قالوا هذا عمه أبو لهب. ده عم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يا أخواننا فائدة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الناس في أماكن تجمعاتهم، وهذا من مهمة الداعية، تمشي للناس في أماكن تجمعهم وتحدثهم عن الإسلام. ولكن ينبغي أن تختار من الأماكن ما يكون فيه الناس يعني أهلا للسماع، ما تختار وقت للناس كونوا مشغولين بغيره، كونوا بيأكلوا، كونوا مشغولين بحاجة في مزاد ودلالة عامة، والناس البيعة مسخنة وانت جاي تتكلم لهم في الدين، كده حيكره الدين. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يعني بيختار الوقت المناسب، كان يتخولنا بالموعظة. قال ابن عباس كلموا الناس بالقرآن وهم مشتاقون إليه، ولا تكلموهم به وهم مشتغلون عنه فيبغضونه. كويس، فالناس إذا كانوا مشغولين خليهم، لكن إذا لقيت الناس قاعدين في السوق وذل بيتونسوا بيجاي وجماعة هناك بيشربوا لهم شاي وكده، ذل مهيئين إنك أنت تعمل لهم حلقة وتكلمهم عن التوحيد. طيب، أبو لهب نزلت فيه الصورة، تبت يدا أبي لهب وتب. لما نزلت هذه الصورة طلق ولده ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت في أبيه وأمه، وده السبب اللي سألت عنه يا شيخ عبد العزيز. لما نزلت هذه الصورة في أبيه وأمه طلق ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم أو أم كلثوم، و طيب أما أخوانه عتبة أو عتبة ومعتب، عتبة ومعتب فهما قد أسلما يوم الفتح. قال ومن بناته، من بناته، المقصود بالبنات هنا بنات عبد المطلب، يعني عمات النبي صلى الله عليه وسلم، وباختصار أعمامه حمزة والعباس هم المسلمان، ومنهم أبو طالب حيجي الكلام عنه، أبو لهب الحارس كلمنا عنه، وضرار، ضرار ده عمه برضو مات قبل الإسلام، وقثم أيضا مات قبل الإسلام، قثم بالقاف، قاف ثاء بثلاثة نقاط وميم، قثم معناها الإنسان الكريم يعني، والمغيرة، والغيداق بالغين، الغيداق والأخيرة قاف، الغيداق، والعوام، العوام، والزبير اللي ذكرناهم، دي الأعمام وهم عشرة. طيب عماته، قال البيضاء أم حكيم، البيضاء أم حكيم، ودي توأمت عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، توأمت طوالي هي البيضاء
بنت عبد المطلب، والبيضاء دي الصحيح انها ما اسلمت، وتزوجها كريز ابن ربيعه، كريز ابن ربيعه، وولد منها اروى بنت كريز ابن ربيعه، واروى دي ام عثمان بن عفان، امها منو؟ اروى امها ام حكيم بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، عمته كويس، اروى دي بنت عمته. طيب اروى دي اتزوجها عفان ابن ابي العاص، ولد منها عثمان، عفان ابن ابي العاص ابن اميه، ولد منها عثمان، و يعني تزوجها بعده عقبة ابن أبي معيط، وولد منها الوليد ابن عتبة، ابن عقبة ابن أبي معيط، الوليد ابن عقبة. أنا جبت لكم الكلام ده ليه؟ داير أصليكم من أم حكيم بنتها أروى، وأروى دي اتزوج منه والد عثمان عفان ابن ابي العاص، ولد منه منه عثمان، وبعده اتزوج عقبه ابن ابي معيط، وولد منها الوليد. اذا الوليد وعثمان مالهم؟ اخوان لام. والوليد ده النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى له شنو؟ خاله صح؟ طيب ايوه خاله، لانه امه اخت النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمته، النبي صلى الله عليه وسلم في الحساب خاله. الوليد ده في زمن عثمان بن عفان، عثمان كان ولاه ولايه، ولما ولاه تلك الولايه كان اميرا شاطرا ذكيا، في جماعه حسدوه على هذه النعمه وطعنوا في عثمان بسببه، بسبب الوليد ده، واتهموه انه بيشرب الخمره، وانه صلى بهم مخمور، وصلى بهم الظهر الفجر 4 ركعات، وكذب كله ده. قالوا بعد ما صلى بهم 4 ركعات قال لهم ازيدكم ولا كفى. كويس، والسبب دار يطعنوا به في منو؟ في عثمان. وقالوا عثمان ولا أقاربه من الرد اللي رد عليهم ابن عربي، ابن العربي المالكي، رد جميل جدا، قال لهم انتوا ليه قلتوا الوليد هو اخو عثمان من الرضاعه وعثمان بيولي اهله، ما تقولوا الوليد ده ود اخت النبي صلى الله عليه وسلم، ليه ما تقولوا ود اخته؟ عشان كده شفت الزول الدار يعيبك بيشوف لك حاجه بهناك، عشان يعيبك. انتوا ما تجوا عديل، القرابه الاولى قربتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا قربتوا بعثمان؟ قربتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، دي اقرب، عفوا دي اقوى، دي اقوى في صلته واقوى في مكانته، انه هو ود عمة النبي صلى الله عليه وسلم او ود بد عمته. فدي طبعا الجماعه بيكونوا دارين اللخبطه بيعملوا شغل زي ده. طيب كده من عماته قلنا واحدة، أيوة، قال ومنهن برة بنت عبد المطلب أم أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، ومنهن عاتكة أم عبد الله ابن أبي أمية، ده صحابي رضي الله عنه، عبد الله ابن أبي أمية، وهي صاحبة المنام قبل بدر. عموما الخلاصة عمات النبي صلى الله عليه وسلم من نيل 2 مسلمات، صفية وأروى، عنده عمته اسمها أروى، غير ديك، غير أم عثمان، أم عثمان خليها،
عنده عمته طوالي اسمها أروى وصفية، دي المسلمات اثنين كويس، وعاتكة مختلف في إسلامها، والصحيح إنه ما أسلمت، وبرة وأميمة وأم حكيم. طيب أميمة دي أم زينب، زينب الأسدية، دي أم زينب الأسدية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأروى أم زينب وحمنة الثانية الهلالية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مزوج اثنين من بنات عماته. أيوة طيب، قال وأم عبد المطلب هي سلمى بنت زيد من بني النجار، تزوج أبوه هاشم ابن عبد مناف فخرج إلى الشام وهي عند أهلها. كل القصة دي مرت معانا. فده خلاصة يا أخواننا الكلام في العمات، إنه عماته المسلمة منهن صفية وأروى. وصفية رضي الله عنها هي المشهورة بالشجاعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حتى قيل كان يوم الخندق والحصن عنده ثغرات، ففي إحدى ثغرات الحصن كان أحد الصحابة يحرس، ودخل يهودي تسلل، فنادت صفية الرجل فما قام، قالوا فحزت وسطها، تحزمت تمام وأخذت عمودا، أدت لك طقة واحدة اليهودية فقتلته. وصفية رضي الله عنها كانت شجاعة، وهي أم الزبير وولد عبد الله بن الزبير، يعني ولدت فراس، وعبد الله بن الزبير ده جايبة من جهات كثيرة جدا، عشان كده كان من أشجع الناس. بيجاي حبوبته صفية ويس، وأبوه الزبير كان معروف فارسا قاطعا، وأم أسماء بنت أبي بكر، ها أم أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهي من هي؟ قالوا كانت امرأة جسيمة وقوية، تنام وتحت رأسها السكين، عندها سكين تخطها تحت رأسها لما تنوم. ده باقي لك بيطلع كيف ده؟ ده بس من جهة النسوان، خليك من الرجال. ها؟ عشان كده قالوا عبد الله بن الزبير في إحدى معاركه مع الروم، قالوا القائد بتاع الروم كان ورا الجيش هناك، وجايب له الجواري بيهبب فيه، قاعد تحت المظلة بتاعته والجواري بيهببوا فيه بورا، والجيش قدامه كله. فقام قال للجيش حقه دار لي 30 فارس يحموا لي ظهري، بس ما في شيء يجيني من ورا، القدام ده خلوه. قالوا فشق الجيش، شق الجيش ده كده بتاعه كله، قسم النص لحد ما وصل لقى ذاك بيحببوا فيه. قالوا فهجم عليه فحز راسه، قطع راسه وجماشي في الجيش شايلوا لهم كده. قالوا ففر الجيش، انتهت المعركه على كده. قالوا وكان يقوم بما يعجز عنه الناس من عبادة وجهاد، أي عبادة الناس بتغلبهم بيقدر على عبد الله بن الزبير. ومر عمر رضي الله عنه ذات مرة في الشارع ماشي والصبيان يلعبون، قالوا ففر الصبيان، عمر كان شديدا وعبد الله واقف بن الزبير، فقال له لما لم تفر مع إخوانك؟ قال لم تكن الطريق ضيقة فأوسع عليك، ولم أكن مذنبا فأفر منك. أنا ما غلطان شان أفر منك، والشارع ما ضيق بشيلك وبشيلني. فأعجب عمر رضي الله عنه بشجاعته. فإذا كان ديل أمهاته فحريم
به أن يكون شجاعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا وأن يرزقنا يقينا خالصا وأن يرزقنا محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقربة من هديهم في الدنيا والقربة منهم في الجنة يوم القيامة. صلى اللهم على نبينا محمد.